احنا الناس اللي ما تعرفش تحافظ على هذه الاحياء الجميله اللي نشوفوا فيها السياح. عندنا ناس اجانب راهم يجوا يزورونا لهنا، لكن دائما على المواطن الجزائري ان نحافظ على المحيط، النظافه خصوصا النظافه هي اول شيء اللي يروج للسياحه بصراحه. نقدر نقول لك واحد النقطه، انا باك بالحطبك باللبسه تاعي هكذا نحكم بالي ونيطوايي عادي، انا الحمد لله ونرفد حاشاك زبلي قدامي ولا قدام داري ومعروف الحي تاعي انا بهذا العفايس، نحب الورد نحب لي بلونت نحب الياسمين هذو لي تخي قاعيتي. مي نقدر يقدر كل واحد ولا كل جار ولا كل واحد يسكن قدام داره يرفد غير زبلو، طبعا طبعا هذا مكان ديالو هذا مكان عادي يرفد غير زبلو والله العظيم غير تبقى نواره، خصوصا في الشواطئ رانا نشوفوا دي ياكلوا في لي طابل، حتى هذوك اللي اجروا لي باراسول ولا لي طابل دائما يخلوا لهم حاشاكم اكرمكم الله دي بوبيل ديالهم. هذه الفضلات ديالك لا خويا كي تكمل ما فيها والو، كيما جبتهم هكاك وكليتهم ديرهم ان ساك بوبيل اكرمكم الله وديه معاك. والله غير البارح نحكي لك بالمناسبه حتى كملت ليفينمون قعدنا في سيدي يحيى قعدنا بوما مقصرنا ايا شربنا دي تخيك هكذا كوكا عفايز اتايات، كي كملنا قاعيتك كل واحد رفد كرسي ورايح، انا رفدت صاشي تاعي رفدت حاشاك لي بوبال حاشاك واش كلينا واش كونسومينا رميتهم في بوبال، غدوه كي نجي نلقاها بلاصه هذيك نقيه ونريح فيها الاز فوالا ونيطواييها ونزيد لا بروشان فوا كيف كيف. دونك لازم الانسان ماشي زعما عيب كي ترفد حاشاك زبلك، على العكس انا نشوفهم انهم سختو الكبار راهم راح يمدوا اكزامبل شباب لولادهم، راهم راح يمدوا اكزامبل شباب للصغار هكذاك ما هما يتشجعوا انهم ينقلوا. لا الدين تاعنا ما يسمحش انك تعيش حاشاك في الزبل، طبعا النظافه من الايمان ما تقدرش في اوندروا حاشاك موسخ. دونك ان شاء الله ربي يقدرنا وربي يهدينا وربي يهدينا ان شاء الله نتوعاو ان شاء الله فهمتي هذا هو ان شاء الله يا ربي.